بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبلش بما تشابتر 5 في الاري بيز سيكونس. رح ناخذ اري بيز سيكونس. ممكن اعطيك لمحة عن الليست بلغة بايثون عشان اوريك الفرق بينها وبين الاري، بين الاري العادية. وراح احنا راح نستخدم الاري بيز، يعني انا راح استخدم الليست كانها اري. بالنهاية انا راح استخدم الليست كانها اري، هيك بحكي لك array based sequences. لاحظ الذاكرة عادة low level arrays، عادة الذاكرة مكونة من مجموعة من الميموري addresses. لو نظرنا للذاكرة، كيف بننظر للذاكرة؟ كيف بننظر للذاكرة؟ الذاكرة مجموعة من البيتس، مجموعة من البيتس، البيت أصغر وحدة تخزينية اللي بقدر أخزن فيها 0 1. مجموعة من البيتس 8 بيتس بيعمل لي 1 بايت. الذاكرة هي عبارة عن مصفوفة كبيرة من البايتس، كل بايت له عنوان. ممكن كل بايت أو مجموعة من البايتس بنسميهن وورد، بعطيه إشي اسمه ميموري أدرس. هاي اللو ليفل أريز، الذاكرة بوضعها العادي. ذاكرة الكمبيوتر، ذاكرة الكمبيوتر كيف بتصورها؟ لأن each byte of memory is associated with a unique number that serves as its address. الذاكرة بتصورها كأنها مصفوفة كبيرة من المواقع، كل موقع له عنوان، هذا العنوان بنسميه memory address، رقم unique number، رقم فريد لكل موقع بالذاكرة. هذا الموقع بيمثل عنوان، الرقم هذا بيمثل عنوان الموقع. More formally, the binary representation of the number serves as the addresses. عادة بالعناوين تستخدم الباينري numbers. In this way, the computer system can revert to the data in byte نمبر، يعني البيانات الموجودة بالرقم بالعنوان 2150 أو بالعنوان 2157 مثلا، بقدر أرجع لأي عنوان موجود داخل الذاكرة. طبعا إحنا كمبرمجين ما بنعرف العناوين، إحنا بنتعامل من خلال المتغيرات، بس فعليا المتغير بيكون مرتبط بموقع بالذاكرة. لاحظ التمثيل، تمثيلنا للذاكرة كأنها مصفوفة كبيرة من المواقع من البايتس، كل بايت له رقم، هذا الرقم يمثل عنوانه. زي انت لما تكون مستشفى كل غرفة لها رقم يمثل عنوانها، بالجامعة كل قاعة لها رقم يمثل عنوانها. نفس الاشي بالذاكرة، كل بايت او كل موقع او مثلا 2 بايت او 4 بايت حسب النظام المستخدم، في له عنوان بيمثل رقم بيمثل الميموري ادرس. عادة الميموري راندوم اكسس، رام بنسميها رام. ليش الميموري بنسميها رام راندوم اكسس ميموري؟ لاني بقدر ارجع لاي موقع فيها بشكل مباشر، يعني بقدر ارجع للموقع العنوانه 315، بقدر ارجع للموقع العنوانه 3677 بنفس الطريقه وبشكل مباشر، ما في داعي امر على كل شيء قبله. اي عنوان بدي اياه بروح له بشكل مباشر. ليك تسمى الرام راندوم اكسس ميموري، ذاكره الوصول العشوائي أو الوصول المباشر، الموقع اللي بدي إياه بصله بشكل مباشر. عادة إحنا بنستخدم متغيرات، مثلا متغير X، متغير X راح يحجز له مكان بالذاكرة بعنوان معين، متغير Y بيحجز له مكان بالذاكرة بعنوان معين. بس بحكي لنا إذا المشكلة اللي أنت بتحلها، المشكلة اللي بدك تحلها بتتكون من مجموعة من الداتا اللي لها علاقة ببعض، منطقياً تضلك تحجز متغيرات X, Y, Z. يعني مثلاً علامات الطلاب، علامات طلاب صف 50 طالب، أحجز 50 متغير ولا أحجز مصفوفة مكونة من 50 موقع؟ لاحظ صرنا بحاجة للأري، للمصفوفة. لاحظ الأري a group of related variables، بدل ما تحجز كل variable لحال، إذا كلهن إلهن علاقة ببعض can be stored one after another، ممكن أحجزهن كلهن كوحدة واحدة يتخزن بشكل متتابع بالذاكرة عن طريق الإشي اسمه المصفوفة. قبل ما تأخذ المصفوفات كنتوا تتعاملوا بس مع متغيرات X, Y, Z, num1, num2, mark1, mark2، كان كل موقع يكون مخزن بمكان مستقل بالذاكرة. بس إذا مثلا عندي مجموعة من العلامات، مجموعة طلاب أسماء الطلاب، مجموعة مرضى أسماء المرضى، في داعي أعمل لكل مريض متغير مستقل؟ هيك البرمجة بتصير صعبة علي. الصح إن نعمل مصفوفة
المصفوفة فيها أخزن فيها مثلا أسماء الطلاب، مصفوفة أخزن فيها علامات الطلاب، مصفوفة أخزن فيها أسماء المرضى، مصفوفة أخزن. شو فائدة المصفوفة عن المتغيرات اللي مالهاش علاقة ببعض؟ إنه بخزن لي إياها بشكل متتابع بالذاكرة، وبقدر أعمل أكسس عليها بطريقة سهلة، لأنه بدل ما أسمي متغير اسمه إكس ومتغير واي ومتغير زد، صار عندي مصفوفة مثلا كلها اسمها ماركس، وبقدر أرجع لعنصر فيها ماركس سب زيرو ماركس سب ون عن طريق الاندكسينج، وهذا تعلمته سواء بالبايثون أو بالسي بلس بلس. بنفس الطريقة نحجز مكان وبنقدر نرجع للعناصر كل عنصر لحال عن طريق الاندكس، الاندكس موجود بالحالتين. لاحظ بدنا نشوف كيف البايثون بتعامل مع الليست، شوف كيف داخليا البايثون بتعامل مع الليست. ان بايثون اذا بدي اعرف سترينج، لاحظ اذا عندنا سترينج each character is representing using the unicode character، كل كاركتر بتمثل باليونيكود، اليونيكود اللي هو النظام الرقمي اللي بيمثل الكاركتر، وهو بيمثل 16 بيستخدم 16 بس 2 بايت. therefore a 6 character string. نعم زي الاسكي كود دكتورة، اليونيكود. نعم. مش فاهم اليونيكود اسمع اليونيكود زي الاسكي كود، هو نفسه بس الاسكي كود بيستعمل 8 بيتس يعني 1 بايت، اليونيكود بيستعمل 16 بيتس، 16 بيتس عشان يمثل عدد كبير من الرموز، بيقدر يمثل 8 بيتس ما بقدر امثل غير 256 رمز، 16 بيتس بقدر امثل 32500 رمز، هو نفسه يعني حرف الاي كابيتال 65 باليونيكود وبالاسكي كود، 65 الاي سمول 97 باليونيكود وبالاسكي كود نفسه، بس هذا بيمثله ب 8 بت، الاسكي ب 8، اليونيكود ب 16 بت لتمثيل الكاركترز. بايثون انترنالي، طبعا انا مش حاب السلايدات صراحه بالشرح، الكتاب فيه معلومات اكبر اكثر. بايثون انترنالي ريبريزنتس ايتش يونيكود كاركتر وذ 16 بتس 2 بايتس. Therefore a 6 character string، بحكي لنا string مثلا كلمة sample، هاي string نعتبرها string، بدها عشان تتخزن كل حرف بده 2 bytes، 2 في 6 تطلع 12 bytes، رح تأخذ 12 bytes عشان تتخزن بالذاكرة بمواقع متتابعة. يعني نفرض إن بلشنا تخزينها من 2146، ال A رح تأخذ 2148، ال S الA راح تبلش بعد 2، الM بعد 2، الB بعد 2، راح تاخذ 2 bytes، كل واحدة راح تاخذ 2 bytes. A programmer can envision a more typical high level abstraction of an array of character as diagrammed in figure. In figure. المبرمج بهموش شيء التفاصيل، باخذ انه السترينج هي عبارة عن مجموعة من الكاركترز، كل كاركتر مخزن، كاركتر الأول مخزن بالموقع الأول الاندكس له 0، الكاركتر الثاني مخزن بالموقع الثاني الاندكس له 1، بغض النظر شو العناوين اللي بالذاكره، لانه احنا كمبرمجين بهمناش العناوين، بس هو فعليا داخل الذاكره حرف الاس ما اخذ 1 كاركتر، اخذ 2 كاركترز، اخذ عنوانين كانه حجز عنوانين، بس هو بيرجع له من خلال العنوان الاول، هاي 2146، الاي 2148، الام 2150 العنوان، البي 2152، ال 2154 وهكذا. لاحظ الميموري، لو بدك تحسب الميموري ادرس، الميموري ادرس لاي موقع داخل الذاكره لاي مصفوفه، اذا اعطيتك الستارت، شو يعني الستارت؟ يعني حرف الاس مثلا قلت لك ببلش تخزينه من 2146، وقلت لك بدي تحسب لي العنوان للبي اللي هو الموجود ات اندكس 3، بتقول الستارت زائد السيل سايز ضرب الاندكس، الستارت هاي 2146، السيل سايز 2 زائد 2 ضرب 6، 2 ضرب الاندكس اللي هو 3 6، 146 زائد 6 152، البي هاي العنوانها 2152. كيف حسبناها؟ الستارت
زائد منين بلش تخزين الري داخل الذاكرة؟ من 2146 هاي الستارت، زائد السيل سايز، كم كل عنصر أخذ؟ أخذ 2، سيل سايز 2. كيف عرفنا 2؟ لأنه الكاراكتر بأخذ 2 بايت. ضرب الاندكس، الاندكس اللي بدي أحسب له حرف ال P، منين بدي بلش عنوانه؟ موجود بالاندكس 3، هاي الاندكس 3. 2 في 3 6 زائد 2146 طلع 2152، هاي بداية عنوان B 2152. دروا على الكتاب شوي، في أشياء أنت لو قرأت على السلايدات مش مشكلة. طيب خلينا نكمل. بايثون سيكونس كلاسز، شو السيكونسز كلاسز الموجودة بالبايثون، بلغة البايثون؟ شو الكلاسز اللي بتدعم انه يكون في عندي اكثر من داتا لها علاقة مع بعضها زي الاري؟ مش اري بلغة بايثون، في عندنا ليست، في عندنا تابل، في عندنا سترينج. راح تشوف سيكونسز، الثري سيكونسز الموجودات بلغة، في كمان ديكشنري وسيتس، بس احنا اللي بهمنا اللي زي الأرية. احمد عندك سؤال؟ لا بالغلط بالغلط دكتورة. طيب لاحظ شو الثري كلاسز بلغة بايثون اللي تدعم السيكونسز، في عنا الليست والتابل والسترينج. الليست التابل السترينج، ليست تابل اند سترينج، الاستيار اللي هو السترينج. Each of these sequences types support indexing. خلينا فوت على أناكوندا أوريكم إياها، لأنه بجوز بعضكم مش ماخذ أصلاً بايثون، بجوز بتلاقيها إنه إشي صعب إنه نشرح عن إشي مش عارف شو هو. لاحظ شو هن الثري sequences: list, tuple, str. هذول classes مبنيات جاهزات إحنا بنشتغل عليهن بشكل مباشر بلغة بايثون. بدي أوريك مثلاً مثال بسيط على الليست، أوريك ليست مثال بسيط. السترينج بنستخدمه بشكل دائم، إحنا تقريباً استخدامنا للسترينج بالسي والهاي تقريباً متشابه. لاحظ شو بحكي لنا: Each of these sequences types support indexing. كل هذول الثلاث الليست والتابل والاستيار بستخدم فيهم فكرة الاندكسينج. يعني الاندكسينج الليست هي مجموعة عناصر، بقدر أرجع للعنصر الأول عن طريق الاندكس، بقدر ارجع للعنصر الثاني عن طريق الاندكس. نفس الشيء السترينج، السترينج مجموعه رموز، بقدر ارجع لرمز رمز فيها عن طريق الاندكسز. نفس الشيء التابل. طيب خلينا اوريك مثلا ليست، هاي L1 كيف بننشئها بلغه بايثون؟ بس هيك بتحط بين براكت مجموعه قيم، هيك بين براكت، هيك تعريفها. وممكن تكون من انواع مختلفه، يعني لو حطيت ليست اوف ليست بصير هاي 1.2، هاي ليست عنصر من عناصرها عبارة عن list، بصير أحط فيها string، بصير أحط فيها مثلاً true false. طبعاً true بلغة بايثون الحرف الأول capital والباقي small. شوفوا هاي list، بقدر أرجع لعناصر list عنصر عنصر عن طريق الindex. كيف الindex؟ بقدر أقول مثلاً print، إحنا مع الناس ياوتون عندنا print ال، طبعا حالة الحرف مهمة، L1 sub 0 يعني اطبع لي العنصر الأول. شفتوا كيف؟ بقدر اطبعها كلها مرة واحدة، اطبع لي إياها كلها. print L1 بطبع لي إياها كليست، L1 sub 0 بقدر أقول له print، هاي الاندكسينج، L1 sub 4 إذا موجود صفر، إذا مش موجود بعطيني ران تايم ايرور، على نفس مبادئ السي بلس بلس. إذا بدي أطبع عنصر عنصر من الهاي بقدر أعمل فور آي أو إندكس. صيغة الفور أنتم بتعرفوا كيف نعمل أعداد من إلى، إن رينج، إن رينج بستخدم الرينج فانكشن
بدي من صفر لآخر عنصر بالليست بتقول لي لين of L1. استخدم الفانكشن لين of L1 عشان يولد قيم من الصفر لعند آخر الاندكس. دائما إذا بلشت من الزيرو الاندكس لآخر عنصر رح يكون اللين ناقص واحد. تذكرين هاي القواعد؟ هاي القواعد مشتركة. هسا عم بحكي له print قلت شي غلط. print L1 sub الindex. الindex هسا على range function رح يولد 0, 1, 2, 3 sub 0, sub 1, sub رح يعطيني إياهن. وبلغة بايثون إذا بديش يطبع كل قيمة على سطر بحط له الانت تساوي فراغ بس ينزل. شوفوا كيف استخدمت الاندكس. هاي طلعت من اللوب عشان انزل سطر جديد. شوفوا كيف طبع لي طب زيرو. لما قلت له طبع لي L1 طبعها كلها زي ما هي. L1 سب زيرو طبع لي الواحد هيو الموجود بالاندكس زيرو. سب 4 الموجود بالاندكس 4 0 1 2 3 4 اللي هو هاي 1 2 السب ليست هاي 1 2 هاي موجودة at index 4. لما قلت له طبع لي عنصر عنصر بينات الفراغات L1 sub 0 1 2 3 أنا ما حطيت 5 ما طبعت الليست. أنا طبعت عنصر عنصر بس حطيت بينات الفراغات بعدين نزلت سطر. شفتوا كيف استخدمنا الاندكسينج بالليست. التبل طبعا في مجموعة من البيلد ان فانكشنز الجاهزة زي اللين مجموعة كبيرة والأبند والبوب والبوش البوب أبند هذول جاهزات بيشتغلن على الليست. في مجموعة كبيرة من الـ built-in functions بيشتغلن على الليست بس الليست كما بدأها لاحظ كما بدأها يعني نعم. L1 sub-index L1 sub-index آه الاندكس هذا زي استخدمته زي عداد زي لما كنتوا تقولوا 4i من 1 ل 10 بلغة C++ بس كان صيغتها غير 4i equal 1 فاصلة منقوطة i أقل أو تساوي 10 i++ من ذاكرين صيغة ال 4 بال C++ تمام. البرنت array sub i see out array sub i كانت see out جملة طباعة see out نفسها بس هنا برنت وهنا ال 4 صيغتها عشان تأخذ قيم للعداد من إلى بتستخدم ال range function. لا لا احنا اخذنا البايثون بس كنا نحط يعني عادي زي L1 index of 4 او كذا بس هون index of sub of index انه راح يجي على كل العناصر واحده واحده اه واحده واحده هاي دوره هاي ذا لوب لوب اول مره الاندكس راح ياخذ اول قيمه بيولدها الرينج اللي هي الزيرو بيجي L1 sub الاندكس الاندكس راح يكون زيرو L1 sub زيرو بعدين بزيد الاندكس واحد باخذ قيمه ثانيه من الرينج اللي هي واحد بعمل L1 sub 1 بعدين الاندكس بصير 2 L1 sub 2 بعدين الاندكس بصير 3 L1 sub 3 وهكذا قيمة الاندكس ما هي بتتغير حسب القيم اللي بدي ولدها الرينج. ما أنا لو بدي أبلش مثلا من الواء من الزيرو step 2 بحط 0 فاصلة لأنه في L فاصلة 2 بمشي بس على اللي موجودات at even indexes بصير الاندكس يأخذ 0 2 4 يعني بس الـ even indexes. طيب شفتوا هاي نفس مبدأ الأري. الأري هاي كمان بتشتغل بالسي. وهسا احنا رح نبني أري بيس. رح نبني أري بشابتر خمسة. رح نبني أري زي اللي بالسي. مش زي الليست هاي. وقيد انه كل عناصرها مثلا بدي تكون انتجر. كل عناصرها بدي تكون دبل. لانه الليست ممكن تكون من انواع مختلفة. شايفين الليست ممكن تكون من انواع مختلفة. نفس الاشي التابل. تابل بنفس المبدأ. بس بدل براكت بين اقواس القيم. والفانكشنز اللي بتشتغل على التابل بتختلف شوي عن الفانكشن اللي بتشتغل على الليست بس بنفس الوقت بقدر استخدم فكره الاندكس للتابل. والاس تي ار نفس الشيء اللي هو السترينج بقدر استخدم له فكره الاندكسينج بنفس الطريقه. اتفقنا على هاي الشغله. في اختلافات بين السترينج والتابل والليست بس في شيء مشترك. من الشيء المشترك اعمل لكم تابل. هاي تابل تي 1 يساوي التابل. طبعا تقدر تعمله اما عن طريق الكونستراكتر يعني هذا الليست كان بإمكان أقول له ليست أستدعي الكونستراكتر ليست بين أقواس أعطيه هاي القيمة أو مباشرة بين براكت بتحط بين أقواس القيم
بين أقواس، والإشي اللي بدني على هاي قال لي الفواصل مش الأقواس. يعني لو شلت الأقواس مش مشكلة، لو شلت الأقواس عادي، هذا دني على أنه T1 تبل بتعمل دوران. شايفين؟ تعمل كوبي بيس بس غير المسمى. For index len of T1 كمان بيشتغل عليها هاي، وهذا الindex ل T1. شوفوا نفس الطريقة. طب شو فرق؟ أكيد في فرق بين التابل والليست. لو ما فيش فرق بعطينيش إيش اسمه ليست وإيش اسمه تابل وإيش. بس الإندكس، فكرة الإندكسينج استخدمتها بنفس الطريقة على التابل وعلى الليست. ولو عندي string، لو عندي st تساوي أي قيمة بدي إياها string، وبدي أطبع عناصر الstring، شوفوا شو راح أعمل. نفس الطريقة في عنا شو اسمه الstring، هاي st، راح أحكي st. فكرة الاندكسينج اتطبقت على string وعلى التبل وعلى الليست بنفس المبدأ. اختلف شيء؟ عملت كوبي بيست بس غيرت الاسم. اختلف شيء؟ لا. إذن لهيك قال لي Python has built n types list, tuple and str. Each of these sequence types supports indexing. كلهن بدعمن فكرة الاندكسينج to access an individual element of a sequence. كلهن بدعمن فكرة الاندكسينج عشان يعمل access على عنصر عنصر من عناصر السيكونس using a syntax such as a sub i، سواء كانت a list أو كانت tuple أو كانت string، كلهن نفس الصيغة. حتى عملت copy paste وريتكم كل output، واحد عملته tuple، واحد عملته list، واحد عملته string، وعملت الدوران وعملت كوبي بيست للدوران عشان اوريك انه بيشتغل الاندكسينج على الليست والتابل والاس تي ار كلهم بنفس الطريقه. طب لو ايش شو بيختلفن عن بعض؟ اكيد في اختلاف. لو ما فيش اختلاف بيعملوا داتا ستراكشر واحد، بيعملوا شغله واحده. طب of each of these type uses an array to represent the sequence. كيف بيمثل السيكونس؟ كيف بيمثل هاي العناصر؟ بيمثلهن كمصفوفه، كلهن السترينج والليست والتابل بتتمثل داخليا كمصفوفة. شو يعني مصفوفة؟ مجموعة من المواقع المتتابعة بالذاكرة إلها نفس الاسم. وممكن تكون an array is a set of memory locations، مجموعة من المواقع في الذاكرة. That can be addressed using consecutive indices، اللي ممكن إني أعطيها عناوين باستخدام indices متتابعة. Which in Python starts with index zero. وبلغة Python الindex الأول لأول عنصر من عناصر الليست أو التابل أو الstr ببلش من الindex zero. طبعاً الفصل الماضي باللاب أعطينا كمان السيتس للطلاب اللاب، السيتس والتابل أعطيناها لللاب ووريناهم إنه السيت ما فيهاش indexing. فقلت لك سيت ما فيها indexing. أنا ما ذكرت السيت، ذكرت الليست والتابل والstring. الليست والتابل والسترينج كلهن فيهن اندكسينج. طب شو بفرق الليست عن التابل عن الاس تي ار؟ اول شيء الفانكشنز البيلد ان فانكشنز اللي بتشتغل على الليست غير عن البيلد ان فانكشنز اللي بتشتغل على التابلز، غير عن الفانكشن اللي بيشتغل على الاس تي ار. انتبهوا اللين فانكشن بيشتغل عليهن الثلاث. اللين هيني طبقته بيعطيني عدد العناصر اللي بالليست، واللين بيعطيني عدد عناصر للتابل، واللين بيعطيني عدد عناصر للسترينج. نفسه بيشتغل على الثلاث. طيب شو الشيء اللي بيختلف؟ في بعضهن قابل للتغيير وبعضهن غير قابل للتغيير. الليست قابل للتغيير بنسميه ميوتابل. التابل والاس تي ار والسترينج اميوتابل يعني غير قابل للتغيير عنصر من عناصرها. التابل والاس تي ار بقدرش اغير عنصر من عناصرها، الليست بقدر. كيف الليست بقدر؟ كيف الليست بقدر اغير عنصر؟ شوفوا الليست هاي شايفينها، طبعت عناصرها. بعدين إذا بدي أغير مثلا العنصر الثالث باجي بقول له L1 sub 2، عنصر الثالث اللي هو sub 2 يساوي 100. بعدين بدي أعمل print
بدي اعمل برنت ال2، بديش اعمل طباعه اطبعها كلها كليست، شوف شو صار لنا قيمه ال1 قصدي اطبعها كلها. شوفوا كيف العنصر العنصر الثالث اللي هو ثلاث، بطل ثلاث صار 100، غيرت على عناصرها. بما اني غيرت لاحظ بدي اكتب لك الملاحظه، بدي اكتبها list is mutable. شو يعني mutable؟ يعني قابل لتغيير عناصرها، يعني لو بدي اغير عنصر من العناصر بصير ما بعترضش. التبل لا، شوفوا التبل لو جيت قلت نفس الطريقه t1 sub 2 جيت قلت يساوي 4 5 بعدين print t1 شوف بيقبل ولا لا؟ شوفوا شو اعطاني؟ ايرور، التبل ممنوع تغير ولا قيمة عنصر من عناصره، بصيرش تغير جوا عناصره بالقيم اللي تابعة لعناصره. كذلك السترينج، يعني ST لو جيت قلت ST sub 3 تساوي مثلا K بعطيك ايرور مباشرة، ممنوع تغير. أما الليست بصير، الليست بسميه ميوتابل، ميوتابل. التبل شايفين هاي ايرور، بحط عليها كومنت واقول لك ايرور ايرور تبل، هيك تبل نكتبها تبل از مش ميوتابل، ام نفيته ام يوتابل غير قابل للتغيير. كذلك السترينج، string immutable. اتفقنا شو المشترك وشو اللي بيختلف؟ وبناء على هذا الاختلاف الفانكشنز احنا راح نشتغل بشكل رئيسي على الليست، وراح اروح اعملها array C بتعتمد على لغه السي، راح اعملها على شكل array بتعتمد على لغه السي. نشوف بالarray of characters في عندنا شيء اسمه compact representation، في اسمه referential representation للarrays. في عندنا compact وفي عنا ريفرنشال. نشوف لغة البايثون كيف بتشتغل. لو عملنا array of characters قلنا بنقدر نخزن primitive elements. شو يعني primitive؟ يعني إذا كانت العناصر أولية مثلا كلها characters أو كلها integers أو كلها doubles، بقدر أخزنها داخل عناصر الarray بشكل مباشر. هذا بنسميه compact array. شو بنسميه؟ compact array. إني خزنت عناصر القيم، خزنت القيم داخل عناصر الأري بشكل مباشر. هاي ليش قدرت أخزن؟ لأن كلهن إلهن نفس السايز، يعني العنصر الأول 2 بايتس، الثاني 2 بايتس، الثالث 2 بايتس، الرابع 2 بايتس وهكذا. طيب لو كان عندي مصفوف، لو بدي أعمل ليست، الليست هاي بتمثل أسماء المرضى بمستشفى معين. فكر لي فيها، أسماء المرضى بمستشفى كل مريض له اسم مختلف، وكل اسم ممكن يكون عدد أحرفه مختلفة. إذا بدي أمثل array of characters مجموعة كاركتر، كل كاركتر له حجم نفس الحجم، كلهن لهن نفس الحجم، هيك قدرت أحجزها بهاي الطريقة. طب لو قلت لك بدي أمثل array of names، أسماء طلاب أو أسماء مرضى، وقلت لك بدي اخزن هاي الاسماء داخل الاري، بدك تيجي تقول لي طب انا كيف احجز اري؟ طب الاري مش كل موقع لازم يكون نفس الحجم؟ مش كلهن لازم يكون نفس الحجم، مثلا 4 بايت 16 بايت 20 بايت؟ ما هو الاسماء ممكن واحد اسمه 10 احرف، واحد اسمه 5 احرف، واحد اسمه 3 احرف، واحد اسمه 20 حرف. طب كيف انا هيك اعمل؟ مش راح تزبط معي. شو لغه بايثون عالجت هذا الاشي؟ شو عملت؟ عملت الأري إنها هي عبارة عن references. شو الإشي الموجود جوا الأري؟ references، لأنها ما بتقدر تخزن القيمة داخل الموقع. ليش؟ لأنه كل قيمة حجمها بيختلف عن الآخر، عدد البايتس المستخدم فيها مختلف. إذا ما بقدر أحجز مصفوفة أخزن فيها هاي القيم، لأنه بصير احجز العنصر الاول حجمه 20 بايت، الثاني 30 بايت، الرابع 50 بايت، بزبطش. لازم كلهن يكون نفس كل عناصرها بنفس السايز. لما تكون primitive elements بقدر،
لما تكون مش primitive element زي string. string هذا مش primitive element، مش عنصر، مش عنصر بسيط، عنصر مركب، نسميه عنصر مركب. إذا أحجام العناصر ما راح تكون نفسها. عشان يحلوا هاي المشكلة شو عملوا؟ عملوا referential array. طب كيف referential array؟ كيف referential array؟ بدل ما يخزنوا القيمة داخل الأري، تخزن داخل الأري عنوان زي address أو reference على الأوبجكت، على القيمة، عناوين على القيمة. يعني at index 0 في reference لرن، للشخص اللي اسمه رن. at index 1 في reference عنوان للأوبجكت جوزيف. at index 2 عنوان لجنت، للقيمة جنت. at index 3 لجونسون، جوناس، هيلان. لاحظ؟ وهذا منطقي. هذا طريقة التمثيل بنسميها referential، وهاي الطريقة المستخدمة بكل الحالات بلغة بايثون. لغة بايثون ما بتستخدم أسماء لمواقع، هي بتستخدم references، تستخدم مبدأ الريفرنشال مش مبدأ. يعني هيك كل العناوين لهم نفس الحجم مهما اختلف حجم الاسم. العنوان نفسه رح ياخذ 64 بت. إذا كل المواقع رح تاخذ 64 64 64 64، رح يكون قيمها عناوين. وحتى شو ما كان السترينج، لو كان طوله 1000 حرف عادي، لأنه هذا العنوان رح يصير ريفرنس على الاسم. الواحد ريفرنس على الاسم الثاني at index، كلهن راح يكون السايز هون ثابت. كل عنصر من عناصر الاري راح يكون الحجم ثابت. لاحظ we emphasize that strings are represented using an array of character not an array of references. اذا كان string، السترينج نفسه بيتمثل as array of characters مش array of references. بس array of strings ما بقدر امثلها، لازم قيمها تكون عباره عن references. An array can also store references to objects. بنسميها referential array. هاي compact array. بحكي عن الarray compact إذا خزنت القيم بالمواقع مباشرة. إذا خزنت عناوين للقيم بنسميها شو؟ referential array. متى بقدر أعمل compact array؟ إذا كان العناصرها primitive. يعني primitive؟ يعني عناصر أولية، يعني كلها integers أو كلها characters أو كلها double، بقدر أعملها compact. إذا العناصر غير أولية زي string وأحجامها ممكن تختلف عن بعض، referential، بعملها referential array. عرفنا شو يعني referential array؟ لاحظ Python represents a list or tuple، حتى list والtuple instance using an internal storage mechanism of an array of object references. يعني بتكون الأري عبارة عن references على الأوبجكت. At the lowest level، هذا داخليا. What's stored is a consecutive sequence of memory addresses. الأري رح تكون عبارة عن مجموعة من العناوين المتتابعة، عبارة عن memory addresses. دكتورة المحاضرة بتخلص 3:15 وعندنا محاضرة 3:00. بس هاي العبارة وخلص. At which the elements of the sequence reside. خلاص هيك، يعطيكم العافية. بكرة إن شاء الله منكمل chapter 5. إن شاء الله منكمل.